أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لكثرة تبرج النساء خاصة في الأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، هل يكفي الإنكار بالقلب؟ علما إذا أنكرنا بالنصيحة لهن بالتستر قد تحصل مشاكل معها أو مع وليها، فكيف يكون الإنكار والحالة هذه؟ هذا من صلاحيات من أعطوا السلطة في الإنكار، تبلغهم إذا رأيت في بعض الأسواق تبرجا أو سفورا، فإنكارك أنك تبلغ أهل الحسبة المسؤولين عن هذا السوق أو هذا المكان وهم يعالجون الأمر. نعم.